قالت الأستاذة إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مقابلة مع برنامج مجتمع واعي إن المرسوم الملكي بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية راعى مصالح ذوي الدخول المحدودة ووضع مؤشر أسعار المستهلك بعين الاعتبار. لو نلاحظ نص المرسوم أو القرار نتطرق إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولية أن الإيقاف بيكون مؤقت ما هو بإلقاء، وهذا شيء وايد يكون في صالح المتقاعدين على أساس أنه لما أنت تبي ترجع له بيكون وايد أسهل، لأن أنت حطيت في النصوص أن شلون أنت ترجع للزيادة السنوية. نقطة رقم اثنين، لابد وجود فوائض، فأتطرق لوجود الفوائض وتستخدم لزيادة المعاشات، وبنراعي فيها ذوي الدخل المحدود أو ذوي أصحاب المعاشات المحدودة، وفي نفس الوقت أنت بتنظر للمؤشر أسعار المستهلك. نعم. فكلها تساعد في أنه إن شاء الله ترجع إن شاء الله. لما تكون في فوائض مالية إن شاء الله بترجع. كما لفتت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أن المرسوم الملكي جاء بهدف ضمان استدامة الصناديق التقاعدية للوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين. أبي أوضح أن هدف الهيئة هي الاستمرار في صرف المعاشات. هذا الهدف الرئيسي. وانشأت من أجل حياة كريمة للمواطن. لذلك احنا دائما نتاكد من التزامات الهيئه تجاه المصروفات والاشتراكات. اذا احنا شفنا ان المصروفات زادت عن الاشتراكات لابد ان احنا ندرس اوضاع الصناديق، فلذلك اصدار مثل هذا المرسوم لانقاذ الصندوق من عجز اكتواري كان موجود 14 مليار. احنا وصلنا للعجز الاكتواري في سنه 2012، عجز حقيقي اصبح. نعم. فالحين احنا وصلنا لمرحله ان المصاريف قاعده تطوف الاشتراكات بمبالغ كبيره. صحيح. فاذا استمرينا في هذا الوضع راح نوصل في يوم من الايام ما نقدر نوفي التزامات.